الحديث يدور هنا عن اكتشاف آثار بيزنطية وأحجار فسيفساء صغيرة مرصوفة بدقة في باطن الأرض وراء كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في مدينة الناصرة. ويأتي استدعاء فريق علماء الآثار لمباشرة الحفر بعد حفريات دامت لسنوات لم يتم فيها العثور على الفسيفساء ولحسن الحظ عثر مؤخرا على قطعة فسيفساء كبيرة وهذا ما يثبت أن كنيسة بيزنطية كانت في هذا المكان طبعا هذا الحفر راح يكون فيه له متابعة فترة يعني تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنين حتى نكشف كل المنطقة يعني إحنا مش لحد هنا وانتهينا لا هذا في بعد له شغل هن راح يكملوا هذا الفريق نفسه راح يكمل ويحفر ويكشف كل المنطقة وتوقعاتنا وتوقعاتنا انه رح نكشف كتير اشياء مهمة خلف الكنيسة والحديث بدور على انه هاي هي الكنيسة اللي بنيت في عهد اللي بنتها القديسة هيلاني من قديسه هيلاني أم ام لا قسطنطين كديس قسطنطين ليش هو قرر امه بيزي هون وبعدين من كديسة ماركيانوس، امبراطور و هذا من زمان ثلاثة علماء آثار على رأسهم عالمة الآثار مها دروشي ابن تكسال، المحاضرة في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة، وإلى جانبها عالم الآثار دكتور ريتشارد فروين، مدير مركز غرينبرغ، وشالوم يانكيليفيتش. باشر ثلاثتهم الدراسة والبحث العميق والفحص والمسح في منطقة عين العذراء في الناصرة وذلك تبعا لدراسات بدأت منذ اربعة عشر عاما ليتوصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم. فتحنا الحفرية واكتشفنا أنه في خط بسيط اللي هو فيه كم حجرة فسيفساء مثل ما منقول حجر اللي الزكلة اللي كنا نلعب فيه وما نعرف إذا هو أثري ولا لا حجر حجار مرصوفة قلت لهم هنا كانت في من بين في الحيط حجار فسيفساء يجب قيام بحفرية لمعرفة تاريخ هذه الحجارة قمنا بهذه الحق. أتينا في الشهر 12 واحد ولكن بسبب الجو العاصف والمياه والجو الماطر خفنا انه يصير فيضان وما نقدر نكون في الحفريه ونعرف الخصائص تاعت الاشياء اللي راح نلاقيها، ففضلنا نيجي نشتغل في الصيف، قمنا في هذا العمل تقريبا من 10 ستة لم احفر المنطقه مربعات خمسة على خمسة حفرت متر على مترين مترين على متر ونص هيك أبار معينة كما ترين بير هون بير هون مربعات صغيرة لأعرف وأفحص أبعاد المبنى اللي أنا بدور عليه يعني هذا المعنى بقولنا أنه هاي أقدم كنيسة موجودة في الناصري اللي هي انبنت على أيامات الملكة هيلاني بالقرن الرابع وهذا الاشي بثبت انه بشارة العذراء كانت هون لانه هي اقرب وقت للبشارة يعني هي اقدم كنيسة بالناصري واقرب وقت للبشارة واهميتها انه هي موجودة على نبع العض العضرة اللي بنسميه من نبع العضرة الموجود في الكنيسة وهذا النبع مثل ما بنعرف كيف ذكر بالانجيل ان لم يولد الانسان من الماء والروح هاي الولادة الثانية ليسوع المسيح الولادة الأولى مثل ما احنا من آمن هي من الآب قبل كل الظهور والولادة الثانية كانت من عذراء حلول الروح القدس عليها الجمعية الأرثوذكسية ترى أهمية بالغة بالكشف عن الآثار لا سيما في الأماكن المقدسة والتي ترتبط رباطا وثيقا مع الحضارة والثقافة والوجود روزين عودي إحنا تيفي.